روما بدأت تضع عينها على مصر، بدأت بقى المشاكل تظهر، روما تتدخل ونجري نهرب ونوصل والملك ده يجي، بطلميوس 8 يجي، روما يموت، روما تقول لابنه اللي كان بيحكم في باركا اكتب ورقة تقول فيها انك اما تموت احنا اللي هناخد الولد اللي هو بطلميوس ابيون، بطلميوس 9 يجي يحكم شوية وبعدين يهرب، بطلميوس 10 يهرب تاني، بطلميوس 10 ده الوحيد اللي ممكن تعرفوه في ادفو، مش انتوا دايما في ادفو دايما او في كتير من معابد البطلمية بتلاقوا خرطيش فاضية؟ دايما بنقول خرطيش الفاضية اما طقس رفع السماء المرتبطة بالمعبود شو او ان هي مرتبطة بالمشاكل السياسية في البلاد. في ادفو في منظر انتصار حرس على 6 اللي هي الاسطورة بتلاقوا خرطوش مكتوب فيه بطلميوس والخرطوش اللي جنبه فاضي. لو لقيت خرطوش مكتوب فيه بطلميوس والتاني فاضي يبقى ده بطلميوس العاشر. لان هنا بقى بجد الكهنه اتلخبطوا. الشغل بدا بطلميوس 9، بطلميوس 10 انقلب عليه. راح بطلميوس 9 رجع، راح بطلميوس 10 رجع تاني. فالكهنه سابوا دي ودي ومشوا. دي الوحيده اللي حضراتكم دي دايما يعني تعملوا سبوت عليه ان هتلاقي دايما خرطوشين فاضيين، لكن هنا هتلاقي بطلميوس واللي جنبه اللي هو السوبيتي بتاعه هو اللي فاضي. بطلميوس ال 12 ده أسرة البطالمة والعيلة، رجال البلاط اختاروا واحد من الأسرة، أنت راجل عنده 45 50 سنة لما وصل الحكم مش عايز سؤال، غاول فلوت يلعب على الثومة لدرجة إن أنت معاه تديله على قفاه اللي يضربه مش عارف إيه. بمناسبة المزيكا بعضنا بيشوف أو بكتير من المقابر في طيبة، معلش اتفقت أنا والأستاذ منصور لما بتيجي حاجة كده بنطلع ونقولها. في طيبة مش بتشوفوا دايما العازف أعمى؟ مش دايما علشان ما يشوفش الستات. في كتاب الموتى لا. في كتاب الموتى انت بتطلع من العالم السفلي. خلينا نتخيل حاجه، لو احنا في مكان والمكان انقطعت فيه الكهرباء والمكان بقى كح، وسيله التواصل بيننا هيكون ايه؟ صوت. العمى هو العالم السفلي والموسيقى هي الصوت الذي يهديك للحياه حسب كتاب الموتى. تمام؟ فالعازف الاعمى عشان العازف ده بيظهر بعد كده في مقبرته مفتح. فكأن الموسيقى زي ما قالت ايما برونر كراوت هي الحياه. وعشان كده كانت من اسماء الموسيقى ارتباطها بالعنخ، وعنخ في مصر القديمه ليها ثلاث معاني اساسيين، يعيش ومرايه، المرايه بالهيروغليف اسمها عنخ، ويحلف. احنا الشعب الوحيد في العالم لغايه النهارده اللي اقول وحياه امي وحياه ربنا عنخ نتر، عنخ موت ايه، حياه امي وحياه ابويا عنخ ايد ايه، احنا لغايه النهارده. فعنخ يعني قسم الرسم عند المصري القديم هو بالعنخ، حياه الاله او حياه الملك. المهم الراجل ده قعد شويه، قامت عليه ثوره، هرب على فين؟ على روما.